أخبار اليوم. ولكن لأسباب فضلت أن أكون هنا، أن أجلس هنا وأن أتحدث إليكم جميعا وأرد على جميع الأسئلة لكي يسمعها الجميع. السبب الرئيسي لوجودي هنا هو أن أحتفل بمصر، أحتفل بهذا البلد العظيم، أحتفل بالشعب. وعلشان أقصر يعني القصة، لأن أنا لو فضلت أتكلم هتكلم كتير قوي، أنا عايز ابعت رساله اقول مين هو الشعب المصري. لما وضعت اقدامي على مصر حسيت بكده، انا كنت وسط ناس كتير كلهم عاطفيين جدا، قادرين على التعبير، ساخنين جدا، متشوقين ومهتمين بوجودي، وارادوا ان يقتربوا مني، ياخذوا الصور معي، كانوا مهتمين بيا جدا. ولكن اهم من كل شيء انه كانوا يكنوا لي كل احترام، فلم يقترب احد مني بطريقه غير محترمه، وكانوا يعبرون عن حبهم ليا بكل الطرق.